هذا نفس الشيء. الديزاين اكزامبل راح نحط فيه كل الاشياء اللي تعلمناها خلال الفصل. عندي عمارة N فيها بتساوي 12. احنا اتفقنا N هي عدد الفلورز اباف جراوند. راح ناخذ 1 سنجل انترنس. راح نسهل الحسابات. راح نفترض انه عندي ايكوال فلور هايتس ايكوال فلور بوبيليشن. equal floor height equal floor populations راح احط الفلور هايت دي اف بيساوي 4.5 متر. راح اختار انا هون انا راح اثبت في على 2.5 متر بالثانيه. انتم بامكانكم اذا بدكم تختاروا الشيء المناسب احسن حسب الحرم بلين، بس احنا ناخذ احنا هلا 12.5. وعندي هون التصميم هلا كلاسيكال، تصميم كلاسيكال راح نمشي فيه. راح ناخذ 1200 بيرسون العماره كلها 100 لكل طابق. وعندي تي دي او بيساوي 2 سكند، تي دي سي 3 سكند، TP 1.2 seconds، A بتساوي 1 متر per second square، و J بتساوي 1 متر per second cube. عندي V A J هي كل الكينماتكس موجودة، الفلور هايتس موجودة. عندي فتح الباب وتسكير، وظل عندي رح نستعمل نفس الشيء TP بتساوي 1.2 seconds. هذا المثال لازم تصير انت يعني لازم تصيروا انتوا هلا خلص مباشرة، هذا مثال تقدر تحله كامل مباشرة، تطلع كل شيء وتطلع له ATT ونروح نطبق معادلة الـ average weighting time. إذا هذا لو هلا المطلوب بالسؤال أصمم هذا بحالتين، أصممه بسنجل سيكتر وأطلع الهاندي كاباسيتي والأفرج ترافلينج تايم والأفرج ويتنج تايم وأطلع كل البارامترز، بعدين أقسم هذا حسب الدايناميك. إذا الجزء الثاني من السؤال أسيوم دايناميك سيكترينج، وخلينا نقول ستاتيك ستاتيك سيكترينج ودايناميك ألوكيشن. راح نقسم سيكتر 1 بيساوي 1 ل 6 وسيكتر 2 بيساوي 7 الى 12، اوكي؟ راح نقسم عمار هون، هلا راح نعيد التصميم اللي عملناه بالحاله الاولى للتو سيكترز، بس لاني بعتبر انه عندي دايناميك الوكيشن راح افترض انه في عندي تاو للسيكتر اللي تحت وفي تاو للسيكتر اللي فوق، وراح احسب تاو تبعت السيكتر اللي تحت وتاو تبعت السيكتر اللي فوق، وراح نحسب الانترفال وكل الاشياء هاي الثانيه بنفس الطريقه، وراح نطلع اي تي تي. بعدين راح نقارن التصميم العام ل1 سيكتر مع التصميم العام ل2 سيكترز، وراح نشوف الادفانتجز والديس ادفانتجز تبعت الحالتين. اذا نبدا هلا في التصميم الكونفنشنال. عندي اول شيء راح اطلع لامدا، هاي لامدا الكليه، طبعا بعدين لامدا راح تصير عندي لامدا 1 بتساوي نص لامدا ولامدا 2 بتساوي نص لامدا. لامدا بتساوي 12% في 1200 1200 على 300 مفروض تطلع معنا 0.48 passengers per second. اوكي هي لامدا. هلا منها بطلع P initial بيساوي 30. الانترفال تارجت انا مش حاطه هون ولا حاطط AR. هي AR بتساوي 12% وانترفال تارجت بيساوي 30 second. فعندي 30 في 0.48 بيطلع معي P initial 14.4 passengers. راح نطلع من السوفت وير زي ما عملنا المره الماضيه تاو انيشال بتساوي تاو تبعت 14.4. اذا بتعمل طبعا هون مش راح تقدر تعمل حسابات باليد، ليش؟ مانوال كالكوليشنز ما راح نقدر نعمل. ايش المشكله هون؟ ريتد سبيد نوت اتيند ان وان فلور جيرني. اذا بنعمل الفحص بنعمله هون على طابق واحد، على طابق واحد، هل السرعه راح توصل 2.5 في مسافه 4.5 meters؟ هي تشيك تاكدوا عشان تعملوا هذا التشيك. هلا هون بفحص على طابق واحد، لان ايش عم بفحص؟ هل بقدر اطبق معادله الراوند تريب تايم ولا لا؟ اذا بقدر اذا كان ريتد سبيد اتيند، اذا بدي افحص عندي 4.5 هل هي اكبر من او تساوي a سكوير v زائد v سكوير a على aj. هذه بتساوي 1 في 2.5 زائد 2.5 تربيع على 1. 2.5 تربيع بتصير 6 وربع اظن، مش هيك؟ 6 وربع و2.5 بتصير 8.75 مضبوط؟ وهي 4.5 اذا هذه غير صحيحه. ايش النتيجه هون انها غير صحيحه؟ انه ما بقدر اطبق المعادله الاساسيه السهله، فمضطر استعمل السوفت وير تبع المونتي كارلو سيميليشن. ماشي الكل فاهم هاي النقطه مهمه. لما بفحص الريتد سبيد اتيند او لا بالحاله هاي، هاي بتقول لي انه بقدر استعمل الراوند تريب تايم، معادله الراوند تريب تايم الاساسيه. اوكي اذا هاي راح هذه بتطلع عندي هاي طبعا متر وهذه متر هون. اذا ريتد سبيد نوت اتيند ان وان فلور جيرني، هاي النتيجه اللي من هون.
اللي هي 2.5 rated speed not attained in one floor. مع انه بقيت الاشياء كانت ظابطة. بقيت الاشياء كانت تسمح لي ان استعمل المعادلة مظبوط. Equal floor populations, equal floor heights. One entrance, incoming traffic. بس المشكلة هاي ما بتسمح لي اني استعمل بسبب هاي انه فلما يمشي هذا النصر لما يمشي طابق واحد مش راح يلحق يوصل الريتد سبيد. بده يمشي فاضيين حتى يلحق يوصل الريتد سبيد. اوكي واضح من هون انه ما راح يلحق يوصل الريتد سبيد. ماشي واضح هون. هلا بيطلع معنا فبيطلع معنا التاو انيشال حسب 14.4 من المونتي كارلو سيميليشن تطلع عندي 158.21 سكند. اذا ال قديش تطلع؟ بدي اقسم 158 على 30 تعطيني 6 مضبوط. اذا بدي 6 اليفيترز. 6 اليفيترز رح اشغلهم هلا باستمرار فبصير عندي هلا هون بدي اعمل الايتريشنز. متذكرين الايتريشنز كنا نعملهم؟ فالايتريشنز بنبدا نعمل هلا بناخذ اي ان تي initial plus 1 تساوي 158 هي بالضبط 158.21 على 6 تعطيني الانيشال فاليو تبع الانترفال. هتضل يقسمهم انا مش قاسم هون قد ايه 26.4 هلا بدي اعمل الايتريشنز. الكل فاهم ايش يعني؟ ايش بعمل الان؟ باخذ هذا الرقم وفي ايش بضربه؟ في لامدا بيطلع معي بي انيشال بلس 1 برد بحطه. فلو ضربنا هلا هذا في لامدا بي انيشال بلس 1 بيساوي عفوا هاي المفروض انها هاي 1 دكتور هاي انيشال بي انيشال بلس 1 بتوين 26.4 احسنت يا طارق في 0.48 قديش بيطلع معي بي انيشال بلس 1؟ 12.65 قديش كانت اول ما بدينا؟ 14.4 عم تنزل رح تضلها تنزل لا تستقر على الـ AR line. هلا اذا كملنا كل الـ iterations بيطلع عندي P final. P final بيساوي 11.33. الـ handling capacity قديش تتوقعوا لازم تطلع اخر شيء؟ اذا مشينا مضبوط بالـ iterations ووقفنا عند مرحلة مناسبة وبعدين ال 23.5 12%. هلا انا اخذت الكود وحطيته في الاي تي تي كود بيطلع معي اي تي تي بساوي بدنا الانترفال مش هيك؟ الانترفال فاينل بيطلع 23.55 سكند. هل هذا كومبلاينت ديزاين ولا في اي مشكله في الديزاين هذا؟ اعطاني الهاند كاباسيتي المطلوبه، اعطاني الانترفال حقق الانترفال اقل من او يساوي 30، هذا بيساوي 12%، الهاند كاباسيتي بتساوي الارايفل ريت 12%، عدد الباسنجرز بقدر اطلع منه حجم الكار مظبوط، بتاكد من الاي تي تي والاي تي تي جيد كمان ما في شيء مشكله. اذا بتدخله على السوفت وير بعطيك 62.8 سكندز. هلا هون بصير على حسب ما بنعتبر انه 60 ضروريه ولا مش ضروريه، بس انا بعتبر هذا ديزاين مقبول. ايش ضل بدي احسب اخر شيء؟ هلا هاي الفورمولا بعطيكم اياها اذا متذكرين اشتقيناها. 1 على لامدا ماينس تي بي في بي ماينس 1 على تي. اوكي اي بي بحط هون بي فاينل 11.33 فبتصير عندي هاي 1 على 0.48 ماينس 1.2 في 11.33 ناقص 1 على 2 وهاي تطلع معنا 4.56 كمان الافرج ويتنج تاون. ما في اي مشكله بهذا الديزاين. اوكي وهاي بتوقع منكم تكون عندكم مهارة خلص مهارة كاملة كنت تعرفوا تحلوا مسألة زي هيك.